هاي، خمس اشياء ما بتعرفوها عن سيارة تسلا موديل اكس. اول شيء، البواب اللي قدام واللي ورا فينا نفتحهم ونسكرهم من الكي فوب، مثل ما هلا رح سكر البواب قدام بكبسة واحدة. ثاني شغلة ما بتعرفوها عن سيارة تسلا موديل اكس هي انه بقلب السيارة بهيدا الانفوتين سكرين الهيوج موجود عندنا جيمز فينا نلعبهم، وبجيم السيارات فينا نحرك السيارة بالستيرنج ويل تبع السيارة اكشلي. ثالث شغله ما بتعرفوها عن سياره تسلا موديل اكس هو لاوصل على السيت اللي ورا، الرول الاخير بالسيت، بدي الاقي كبسه مخفيه بالسيت اللي بالنص اللي هي هون، لينزل السيت هيدا لفتش على الكبسه المخفيه الثانيه باخر رو لقدر اطلع واقعد باخر سيت ورا. شو رايكم بهيدي؟ رابع شغله ما بتعرفوها عن سياره تسلا موديل اكس انه بالصندوق ما عندنا سبير تاير، لانه هيدي السياره فيها ران فلات تايرز، هن اللي بيقدروا ياخذوك لمحل ما بدك، حتى لو كان التاير تبعك فلات بتضل تقدر تمشي عليه. اخر شغله رح اخبركم اياها اليوم عن سياره تسلا موديل اكس وهي من الاهم، هي بطاريه هيدي السياره اجت ب 90 دي واللي هي 90 كيلو وات اور، و100 دي اللي هي 100 كيلو وات اور باتري، وال100 دي استعملت لاستعمالين. اول شيء اللونج رينج اللي هي وراي هيدي اللي بتوصل بيقولوا الرينج تبعها لحد حوالي 600 كيلومتر على تفويله كامله، والثاني اللي هي البرفورمانس اللي بتطلع من 0 ل 100 بحوالي 3 ثواني بالسياره وزنها 2.5 طن. خبروني بالتعليقات تحت شو أكتر شي بتحبوه بسيارة تسلا موديل أكس، وإذا بتشتروا هاي السيارة أو غيرها.